عبد الغني الشعباني. سي عبد الغني مرحبا بك. مرحبا مرحبا براديو ميد ومرحبا كيف المستمعين وشكرا لكم على اهتمامكم بقطاع الصحي ليلة القصير. يعيشك شكرا لك انت زاد السي عبد الغني. نعرفوا نرانا نسرقوا فيكم سرقه من الوقت نتاعكم الله غالب. دونك شكرا لك على انك خصصتنا الوقت هذايا. دونك زوز اصابات في القصرين سي عبد الغني. زوز اصابات محليه. الاصابه الاولى هي لطفل عمره 8 سنوات كان خالط يعني قريبه هو ابن عمه يعني قادم من بلد منطقة يعني مصنفة حمراء وابن عمه ظهر حامل الفيروس وهكاك يعني التوقين نحن قاعدين نشوفه في الحالات اللي خلطهم الوليد هذا يعني خاطر هما يسكنوا في منطقة ريفية وعندنا ثاني عون أخر عون حماية مدنية اللي هو التشخيص يعني هما 25 عينة يوم أمس خرجت يعني نتائج تاعهم زوز إصابات محلية. عون الحماية المدنية ما زال تعرفوش الإصابة من جيته ما نعرفوش من خذا الإصابة خاطر هو يعني يسكن في منطقة حدودية يعني تعرفوا أنت ما شريط حدودي نحن عنا حيدرة فوسانة فريانة ضمن كلهم مناطق حدودية على الجزائر والجزائر فيها منتشر المرض بصفة غريبة وعنا الإشكال نتاع التجاوز يعني تجاوز الحدود بدون المرور عبر المعابر اللي مخصصة للغرض. هذاك مرات تلقى أشخاص كانوا يعني يدخلوا القصرين ومشهم عن طريق المعابر المخصصة للغرض للمرور وخاطر طول المعابر حيدر أبو شبكة مسكرين للزوز موقعين من الجانب التونسي من الجانب الجزائري إلا أنه مثلا أشخاص قاعدين يدخلوا البلاد خلصة هذا الإشكال اللي نخافوا منه وهذا يعني وما زلنا التحري موجود يعني رفعنا للعائلة متاعه للبلايس نمشي لهم السيدة ذايا خرج من وسط الولاية؟ لا هو خرج هو كان في تونس في مهمة إدارية ورجع على يعني المكان مقر سكنه وبعد يعني بتاتر الممجور هو عمل شوية سخانة وبعد 48 كي درجت ليه سخانة رفعوا عينه ووصلت أن العينة أني حامل الفيروس كورونا ما زالت البحث جاري في مين خذاء العدوى ذي ينجم يكون خالط أشخاص ما زلنا فما أشخاص جايين من بلا من مناطق حمراء على يعني على غرار بلدان الخليج البعض منها الأشخاص هذوما قاعدين يجتازوا الحدود خلصة ما زالت الأمور مش واضحة إن شاء الله التحليل يعني اليوم تعرف عينات لعوان حماية اللي يخدموا معاه الإدارة الطبي وشبه الطب اللي قاموا بالكشف عليه والعائلة عائلته المصغرة وعائلته الموسعة اللي هو زارهم في ولاية القصرين. دونك توا بطبيعة أكيد ثم إجراءات وقائية باش يتم اعتمادها وثم مقترحات زادة. أي تم عزل العائلة وخضع الحجر الصحي الإجباري عائلته اللي زارهم في القصرين ورفع عينات في البارح في الليل وكملنا اليوم الصباح رفع بقية العينات فيما يخص الأشخاص المخالطين لعون الحماية ولا الوليد اللي هو كان أصيب من ابن عمه القادم من بلد مصنفة يعني منطقة حمراء. حكيت معك شوي في الكواليس قلت لي أنه ثم مقترحات لإلغاء التظاهرات الثقافية والمهرجانات ثم نداء زاد من والي الجهة على أنه عدم التنقل ولا الخروج من الولاية. بالنسبة لعدم الخروج من الولاية في المرحلة هذه ما زلنا يعني مع السلطة الجهوية نحن انعقدت يوم الأربعاء الماضي جلسة للجنة مجابهة الكوارث يترأسها سيد ولي الجهة وأنا كساعة اقترحت أنه خايفين من المهرجانات اللي قاعدة توقع والاكتظاظ الموجود وتعرفوا أنت الوضع الوبائي تفاقم المدة الأخيرة في بعض الولايات على غرار جابس وعلى غرار سوسة وعلى غرار قروان ضم الكل يعني ولايات ولا تصفح متفشي فيها المرض وينجم نحن التظاهرات هذه يجي إنسان مريض ويعدي تم يعني نحن كصحة اقترحنا أنه إلغاء التظاهرات الثقافية السيد الوالي جهة ما يعني مازال يعني ممكن اليوم يعلن على بعض القرارات احنا كصحة قلنا إلغاءها خاطر توا ما دام عندنا إصابات محلية ينجم يكون التظاهرات الثقافية هي سبب في انتشار الفيروس وتعرفوا نحن إذا كان انتشر الفيروس
وعنا طاقة الاستيعاب نتاعنا محدودة، ما نجموش يعني يتم إيواء مثلا لا قدر الله المرضى اللي يطلبوا الأكسجين واللي يطلبوا أسرة انعاش، طاقة الاستيعاب محدودة. هذاك علاش يلزمنا يعني هو يعني التوقي بارتداء الكمامة في المؤسسات العمومية، وذاك خذيناها مع السيد ولي جهة. الدخول إلى المؤسسات الصحية كذلك المريض والمرافق بارتداء الكمامة، مرافق وحيد للمريض، هذا يكون في المؤسسات الصحية. بدينا الإجراءات يعني في غضون الأسبوع هذا بدينا فيها، وتحسيس المواطن لحمل الكمامة، الارتداء يعني التباعد، واحترام قواعد حفظ الصحة. أظن الكل يعني حتى ومضات مع وسائل الإعلام ومن خلالك كنتم توكينا أن نقول لأهلينا في ولاية القصيم في كافة المواطنين في تونس العزيزة أنه التباعد ما يطلبش فلوس باش نتباعد ولا بعضنا ميتر، وحتى كي نحكوا مع بعضنا حمل الكمامة في الأماكن العمومية واحترام قواعد حفظ الصحة، غسل الأيدي. رينا يعني تصرفات جميلة في مارس وأبريل وماي أنه المواطن العادي ولا عنده جاء يعني المطهر في جيبه وحمل الكمامة، لكنه قاعد تراخي في الفترة الأخيرة. راكم تشوفوا ارتفعت الأعداد يعني حاملي الفيروس، بدينا بالوافدة لكن المحلية كثرت وولت يعني في تزايد يوميا. هذاك علاش يلزم يعني نقص الخطر يعني يلزم يدق، ويلزم الناس كل يعني تمد ايديها للحد من انتشار هذا الفيروس. تعرفوا انت البلدان لها امكانيات كبيره اكثر من تونس وما نجمت تواجه الوباء هذايا، وكانت اعداد الوفيات اعداد كبيره في بلدان عندها امكانيات مادية أكثر من تونس. خير منا إن شاء الله، ربي يستر تونس ربي يحمي البلاد. إن شاء الله إن شاء الله، رغم إنه الأرقام حقيقة ما طمنش برشا، لأنه حتى الأرقام اللي قاعدين نسجلوا فيها توا في الفترة الأولى لانتشار الوباء في تونس ما كناش للأسف الشديد قاعدين نسجلوا فيها، خاصة تسجيل على مستوى ولاية واحدة كي توصل عدد الحالات المحلية لـ30 بصراحة حاجة، ولات الأرقام هذية تخوف شوية. هذاك علاش لازم الاحتياط كما قلت. شكرا ليك سي عبد الغني الشعباني المدير الجهوي للصحة بالقصرين على كل التوضيحات والمعلومات.